والثاني في أفضلية الإنبي بلا شك في منطقة وسط الملعب. محمود صابر بيحطها حلوة في مساحة خطيرة جدا عند عبد الله، عبد الله وممكن جول 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 وهدف التعادل، هدف التعادل رمضان. لكن حلوة الحكاية وحلوة المثلثات وحلوة الحاجات والمحتاجات، حلوة التمريرة من صابر والتحرك من عبد الله السعيد، حطها على طبق من الماس علشان رمضان يقول لعبد الله دي كمان ما ترجعش يا جدعان. بصوا التحرك، ما وقعش في مصيدة التسلل وحطها له حلوة خلصانة مخلصة. عبد الله السعيد عايز لمسة وبالفعل بباطن القدم. رمضان صبحي أصدقائي في الدقيقة 24 يعود سريعا ببيراميدز بهدف التعادل، والهدف الأول لبيراميدز والهدف رقم 7 لرمضان صبحي في بطولة الدوري المصري الممتاز.